السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هنشوف إزاي نجمع الفلتر السبع مراحل من أول خطوة لآخر خطوة إن شاء الله. وزي ما انتم شايفين في الأول بنجمع الأكواع بتاعة الهوزنجات، طبعا دي اللي بيتركب فيها الثلاث شمعات الأولى والثانية والثالثة، بيبقى ليها ترتيب معين زي ما هتشوف كده معايا. ترتيبها بالدخول من هنا والخروج، طبعا الدخول من الناحية التانية، وبعد كده الخروج للشمعة بتاعت الشمعة التانية، ودخول الشمعة التالتة من قدام، وطبعا خروج الشمعة التالتة هيبقى رايح على موتور الفلتر ان شاء الله. بنحاول ان احنا نجمع بتفلون كويس عشان خاطر ما يبقاش فيه تسريب بعد كده، والخطوة دي لازم تتعمل في الاول قبل ما نحط الهوزنجات دي في شاسيه الفلتر. وطبعا لان الاكواع دي لو ركبناها بعد ما ركبنا شاسيه الفلتر مش هينفع نركبها عشان بتخبط في الشاسيه بتاع الفلتر، ودي خطوة مهمة جدا. بعد كده بنوصل الخراطيم، بعد كده بنجيب شاسيه الفلتر بقى وبنبدأ نثبت فيه الهوزنجات دي بأي حاجة. طبعا انا بستخدم الدريل الصغير ده، هو طبعا مش قوي جدا يعني، ولكن هو بيبقى سريع شوية في ان هو بينجزك في الوقت. انا طبعا كنت عامل عليه ريفيو من فترة، هسيبه لكم برضو في علامة الاي. وان شاء الله بقى عايزين نجيب واحد تاني اقوى شوية، ده كان 8 فولت ماركة انكو، ان شاء الله في المستقبل برضو نجيب حاجة اقوى شوية. بنتأكد ان احنا ربطنا المسامير كويس. برضو من ضمن الحاجات المهمة، المسامير دي يفضل ان هي تكون ستانلس عشان ما تصديش بعد كده، او حتى الشاسيه بعد كده لو صدى يبقى فكها بسهولة جدا، ميبقاش فيه عائق كبير يعني. طبعا ده الخرطوم اللي هيخش على دخول الموتور، وده الشكل بعد ما قفلنا التلات علب دول. بعد كده بنبدأ نحط الاتنين حامل اللي هيشيلوا الممبرين او اللي هيتركب فيهم هاوزنج الممبرين. المسمار طبعا كده بيتركب من ورا. بالشكل ده كده. بعد كده بناخد الوصلة دي اللي انت شفتها بنركبها على اللو بريجر. والاخ اللو بريجر ده معمول عشان خاطر اول ما المية توصل يفتح دايرة الكهرباء للموتور، يعني معمول عشان خاطر لو المية قطعت يوقف الكهرباء عن الموتور، ولو المية شغالة يفتح الدايرة. بعد كده بنوصل الأكواع بتاعة الموتور، برضو بنتأكد ان احنا حاطين تفلون كويس عشان خاطر ما يبقاش فيه تسريب. وبنبدأ بعد كده نثبت الموتور في شاسيه الفلتر، يبقى ليه مسمار معين كده بصامولة. بعد كده بناخد الخرطوم اللي خارج من الشمعة التالتة ندخله على دخول الموتور. طبعا زي ما انتم شايفين اتجاه المايه في الموتور من الشكل ده، بيجي من الشمعة التالتة يخش على الموتور، بعد كده بيخرج خروج الموتور. نبدأ بعد كده نركب الشيك بالف والكوع اللي خارج من الهاوزنج بتاع الممبرين. ناخد بالنا ان في كوع عادي وكوع شيك بالف. الشيك بلف من ناحية جوه، والكوع اللي من بره ده اللي هو العادي من غير شيك بلف ده بيروح على الصرف. نركب برضو الكوع اللي هيدخل على الممبرين. بعد كده بنركب قطعة الرباعي، ودي من اهم القطع برضو في الفلتر. بناخد من خروج الموتور ونجيب الخرطوم من ورا كده زي ما انتم شايفين، بندخله على الرباعي، على ان بتاع الرباعي. بناخد من الرباعي نودي على الممبرين، ونوصل وصلة اللي فيها الشيك بلف بالرباعي، والوصلة التانية بتبقى رايحة على الهاي بريجر
طبعا سويتش الهايبريجر اللي هو بيفصل الفلتر اوتوماتيك. طبعا اتجاه مرور المياه في الفلو الصرف بيبقى ناحية بره. احنا بنربط كل الكلام ده نتأكد ان احنا رابطين بشكل قوي. طبعا ده الهاي بريجر، الهاي بريجر زي ما قلت لكم مسؤول ان هو يفصل الفلتر اوتوماتيك بعد ما كل حاجة تملى. بعد كده بنوصل الادابتور او محول الجهد، طبعا ده بيحول الجهد من 220 يخرج لنا 24، ده اللي محتاجه موتور الفلتر. بعد كده بنحط بقى الشمعات الخمسة والستة والسبعة، بنبدأ نوصل الأكواع بتاعتها، برضو نحاول نحط تفلون كويس عشان خاطر ميبقاش فيه تسريب. طبعا دي شمعة البوست كربون، ودي شمعة الكالسايت، والسبعة شمعة الانفراريد. طبعا في الموضوع ده بيبقى فيه أكتر من طريقة لتوصيلهم، ممكن نحط البوست كربون والكالسايد والانفرا، ولكن في الفترة الأخيرة في تعديل كويس كده وبيفيد جودة المياه في الفلتر، ان احنا بنحط الكالسايد وبعد كده الانفراريد وبعد كده في الآخر نحط البوست كربون، وده بيحسن من جودة المياه. بعد كده بنركب الضفيرة بتاعة الكهرباء بالأدابتور والموتور والوصلات بقى، الوصلتين اللي بيروح على الهاي بريجر واللو بريجر. طبعا انا كنت عامل فيديو برضو شرحت فيه طريقة توصيل الدائرة الكهربائية في الفلتر، هسيبه لكم برضو في علامة الاي وفي الوصف. بعد كده بنحط الكلمبات دي، دي بقى اللي بتمسك الشمعات ببعضها بالشكل ده كده. ممكن بقى نعدل الشكل شوية، ممكن نحط شمعة فوق شمعة تحت، كل ده في ايدينا يعني. الحاجات المهمة برضو ان احنا بنربط على دايرة الكهرباء بأفيس كده، عشان طبعا مع الحركة ولا حاجة مفيش اي حاجة تفصل من الكهرباء في الفلتر. نبدأ في الاخر بقى نركب الثلاث شمعات اللي تحت، الاولى والتانية والتالتة. وده كان شكل الفلتر 7 مراحل بعد تجميعه. يا رب اللي عجبه الفيديو ما ينساش يعمل لايك وشير، واستنوني فيديوهات كتيرة ان شاء الله. السلام عليكم.